طيب قبل ما نروح لمباراة الأهلي اللي جاية ومباراة الأهلي اللي فاتت اللي قدرنا إن احنا نفوز فيها، أنا برضو عايزة أعرف من حضرتك، أنا إزاي احنا تقريبا الماتش اللي جاي 6-5 ولا إيه يا شباب؟ لو نتفرج 9-6 حاجة كده، 6-5. فالنهاردة حضرتك بتتكلم، يعني احنا النهاردة واحد ويوم واحد كمان خلص، يعني بقى حوالي 4 أيام مثلا ولا حاجة. فحضرتك شايف إزاي ان انا اقدر اعالج اخطائي سريعا، وايه الحاجات اللي ايرجنت قوي لازم تتعالج قبل مباراه الاهلي؟ بصي مبدئيا يعني انا لو مكان روسي بوش وشفت ماتش الاتحاد والزمالك، طبعا اول حاجه هعملها ان انا هعمل تربات على المحترف، فانا لازم ابتدي استعد ان يبقى عندي حلول بديله. عندي حلول بديله لما هيجي تراب، هنعمل 1 2 3 ومحدش بقى يفتي، زي ما قلنا خلاص هنعمل. انت فاهمه ازاي؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، اللعيبه معلش يعني لازم تعرف انها بتلعب لابسه فانيله نادي الزمالك. انت بقى الفلوس وانت كل حاجه، انت لابس فانيله نادي الزمالك لازم تموت نفسك. ما فيهاش يعني، زي ما بقول لك خد عمر هشام يا سيدي اكزامبل، لو قدامك اهو معاك في الفريق يعني. نمره ثلاثه، لازم يبقى في ثقه شويه، العب بثقه. انتوا يعني انا شايف برضو اللعيبه في حاجات اير بول امبارح، يعني ان انت بتشوط الكوره ما بتوصلش، ما تلعب بثقة، انت ايه المشكلة يعني؟ ما واخر حاجة موضوع ان احنا نتدرب يعني او نحدد مهام في الديفنسيف بالانس، ان احنا الارتداد الدفاعي هنوقفه ازاي، وان كان الاهلي ما بيجريش زي فرقة الاتحاد. يعني بقول لك ستايل الاهلي احنا اسرع منه بكتير، بس نقدر نوقف مفاتيحه. يعني مبدئيا مثلا لازم نتعامل مع ايهاب امين ان هو اهم من المحترف، اهم محترف بكتير يعني، هو المحترف الحقيقي. وعمر طارق هم اهم من المحترف بالزبط بكتير. بالظبط. احمد اسماعيل والمشد مش هتحط سكور يبقى توقف لي عمر طارق باي طريقه، يعني انت فاهمه قصدي؟ فانت هيبقى في مهام محدده للناس انها تنفذها، بحيث ان انت ان الجيم وبعدين انت لو فضلتي ماشيه مع الاهلي ماشيه وبعدين فرقتي، العمليه تبقى اسهل. احنا مشكلتنا ان احنا لما انت اوريدي كنت ماشي مع الاتحاد في الكوارتر الاول، وفجاه في الكوارتر الثاني السكور فتح بشكل كبير يعني، وده اللي بجد تعبنا في الكوارتر الثالث والرابع. انت بتحاول تعوض ومش عارف تعوض، مع ان الجهاز عمل حركه ذكيه ان هو ابتدى في الكوارتر الثالث لعب زون، بالرغم ان هو خسران 19 بوند، بس عوض شويه. طبعا فاهم قصدي، بس هي النقطة فرق في بعض الأوقات وصل 8 يعني قربنا، يعني عملنا كومباك كويس. فهي بس النقطة إن أنت يعني برضو يعني الروتيشن بتاعنا ما يبقاش يعني إيه، الاتحاد لعب بـ9 لعيبة بس، ما لعبش بـ11 أو 12 لعيبة. فأنت الماتشات دي اللي تكسب بيه يلعب بيه، ما فيهاش يعني فاهمة، لأن أنت اللعيبة الكي بلايرز عندك مش هتلحق تتعب، يعني مش هتلحق تتعب. لو لعبت 8 9 لعيبه مش هيلحقوا يتعبوا يعني. وده اللي الاتحاد عمله، ان هو لعب 9 لعيبه برغم ان عندهم 2 لعيبه ما لعبوش امبارح، باسم الليسي وعبد الرحمن خالد. الاثنين دول يعني دول لو عندنا مش هيطلعوا من الملعب. احنا امبارح تقريبا لاعبين ب 11 لعيبه. 11 لعيبه. 11 لعيب بس برضو يعني معاذ لعب 8 دقائق، عزب لعب 5 دقائق، يعني علي عمر لعب 9 دقائق. فانت برضو عندك 3 لعيبه ما يعتبروش لعبوا كتير. طيب حضرتك شفت مواجهه الاهلي اللي هي كانت على صاله النادي الاهلي، ايه الفرق بينها وبين مباراه الاهلي المقبله؟ بصي برضو في نقطه لازم نحطها في الحسبان، ان الاهلي طالع من بطوله البال، فواخد احتكاك كويس قوي. دي ميزه وعيب. ميزه ان اللعيبه مراهقين يعني. ما هو دي العيب، ما هو لسه هقول لك، هو ده العيب ان هم مراهقين. مراهقين شويه. بس هو مراهقين كان ممكن الجزيره بقى تخلص امبارح. لا هم هيرجعوا بقى يبقى في بالانس بقى الفتره اللي جايه يعني فاهم قصدي؟ يعني هو كان احسن فتره. بس ان شاء الله الزمالك قادر انه يتخطى المباراه دي. لا انا بقول لك ماتش الاهلي اسهل من الاتحاد. يعني بالورقه والقلم هو اسهل من الاتحاد.